المحاضرة، التحرك للاستاد، كل ده بالتأكيد هنعرفه من خلال زميلنا فاروق صلاح اللي متواجد حاليا في مقر إقامة فريق النادي الأهلي عشان نتعرف منه على آخر الترتيبات وآخر الاستعدادات. فاروق مساء الفل، طمني وطمن جمهور النادي الأهلي، أنت عايش في قلب الحدث بشكل كبير، فعايزين نعرف منك اللحظات الأخيرة والساعات الأخيرة، الوجوه مبتسمة، لحظات القلق والتركيز، كل الأخبار دي بالتأكيد واللحظات الجميلة دي هنسمعها منك من خلال رصدك ومتابعتك لكل التفاصيل داخل فندق الإقامة. مساء الفل يا فاروق. برحب بك يا محمد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. كلنا بنقول يا رب، يعني النهاردة هتاف جمهور النادي الأهلي، كل من ينتمي لمنظومة النادي الأهلي، أي فرد، وأعتقد مصر كلها النهاردة مع النادي الأهلي. النهاردة الجميع بيلتف حول النادي الأهلي ونسر النادي الأهلي. طبعا يا محمد احنا موجودين في مقر إقامة فريق النادي الأهلي. خليني أقول لك التركيز والتفاؤل، ولكن تفاؤل بحذر. أنت هتلاعب مباراة صعبة جدا أمام خصم قوي جدا، مباراة أنهينا شوطها الأول بتعادل سلبي، إذا أنت داخل مباراة 50-50 فرص متكافئة ما بين الأهلي وما بين الترجي. الأعداد او الجلسات النفسيه اللي بيعملها لاعب النادي الاهلي ودور اوضه اللبس ممثل في الكابتن محمد الشناوي اللي عقد اكثر من جلسه مع اللاعبين، كريم نيدفيد اللي واحد من كباتن النادي الاهلي اللي طبعا خارج المباراه موجود النهارده في مقر الاقامه مع الفريق، دوره كواحد من اللعيبه المهمين، الدوافع النفسيه اللعيبه كلها محمد تتكلم في اطار واحد، شايف وجوه اللاعبين تركيز كبير جدا من كل اللاعبين النهارده، اللعيبه كلها عايزه تفرح الجمهور يا محمد، عارفين بيتابعوا توافد الجمهور من كل مكان. عايز اقول لك مستر كولر يعني عقد اكتر من جلسه في الوقت اللي انا بكلمك فيه حاليا يا محمد، بيعقد المحاضره الفنيه اللي من خلالها طبعا بيعلن تشكيل النادي الاهلي، وزي ما قلت لك يا محمد وبكررها مره، يعني قلناها مره واثنين وثلاثه، ما حدش بيبقى عارف تشكيل النادي الاهلي الا من خلال المحاضره الفنيه، اخر تدريب ما حدش بيبقى عارف مين ال 11 لاعب اللي هيبداوا، لكن مستر كولر طبعا ده اللي متعودين عليه دايما مع مستر مارسيل كولر، خلال المحاضره اللي بيعقدها في الوقت الحالي هيعلن من خلالها التشكيل. لكن تقدر تقول يا محمد التشكيل او الامور دي كلها مش هتتغير، الامور متشابهه جدا ما بين الاهلي والترجي في هذه المواجهه. كلنا بنقول يا رب النهارده طبعا يا محمد، يعني الفريق انت عارف ان دخل معسكر لمده 48 ساعه في احد الفنادق القريبه من ملعب المباراه، ادى تدريب امس واول امس على استاد القاهره. مستر كولر بيركز على تفاصيل فنيه من النهارده، يعني اللي تقدر تقول التفاصيل الفنيه للطريقه اللي تقدر تلعب بيها قدام فريق الترجي اللي اكيد من ممكن طبعا يلعب دفاع منطقه ويلعب على المرتدات. مستر كولر عامل اكتر من سيناريو، خليني اقول لك انه عامل اكتر من سيناريو للمباراه. الشناوي بيقعد يتكلم مع اللاعبين، بيقول للاعبين لو استقبلنا هدف هنتعامل ازاي في الملعب، السيناريوهات اللي بيحطها اللاعبين والدور اوضه اللبس، وايضا مستر كولر اعتقد يعني انت حاطط يعني عامل تفاصيل كتير جدا، وانت دايما عارف يا محمد ان هذه المباراه بتحسم على تفاصيل بسيطه. كلنا بنقول يا رب توفيق ربنا ان شاء الله يكون النهارده مع فريق النادي الاهلي. محمد طبعا انا موجود معاك، اي استفسار اي تساؤل اقربك ايضا كمان من معسكر نادي الترجي التونسي. طيب عايز اعرف منك بس استنى قبل ما اعرف منك، لا ارجع له اللقطه دي يا جماعه، يمكن معانا لقطة جميلة جدا يا فاروق عايزك تعلق عليها، الأستاذ خالد الجوادي مترجم المستر كولر يمكن عمل مشهد ولقطة جميلة جدا وهو بيقرب كده من قاعة المحاضرات، توجه كده بالدعاء لربنا سبحانه وتعالى بكامل التوفيق النهاردة. أعتقد اللحظات دي بتبقى لحظات تاريخية، أي نعم بيشوبها القلق وممكن يكون بعض من التوتر، ولكن في نفس الوقت بتتمنى التوفيق من ربنا مهما اشتغلت ومهما اجتهدت، اكيد توفيق ربنا سبحانه وتعالى بيبقى مهم جدا في مثل هذه المواقف ومثل هذه اللحظات. يعني احنا شفنا الصوره دلوقتي، لو الكاميرا او زمايلنا في الاخراج يرجعوا لنا اللقطه دي تاني، اعتقد يا فاروق الصوره دي او المشهد ده بيوضح تفاصيل انت ممكن تكلمنا عنها، يعني احساس الجهاز الفني داخل المعسكر، احساس اللعيبه، يعني شايف المشهد ازاي عندك يا فاروق؟ كمان خليني اقول لك يا محمد، مشهد الدكتور خالد الجوادي ليس مشهد الدكتور خالد الجوادي فقط، ولكن عبد القادر، كل اللعيبه النهارده كلها بتقول يا رب. يعني عايز اقول لك اثناء صلاه الظهر اللعيبه اتجمعت وتصلي صلاه الظهر، ايضا صلاه العصر، عايز اقول لك التركيز كله عند كل اللعيبه النهارده كلها بتقول يا رب. يعني خلينا اقول لك يا محمد باللغه بالكلام اللي جوانا، يا رب نفرح الناس دي كلها مبسوطه، ونرجع الناس دي كلها ونفرح الناس وكل الناس ترجع مبسوطه. عايز اقول لك يا محمد ثقه كبيره جدا من لعيبه النادي الاهلي، ثقه ولكن في قلق بحذر، اللي انت
هتلاعب فرقه كبيره جدا زي فريق الترجي التونسي، لكن عندك ثقه وايمان بالله، عندك تركيز، عندك يعني الخبرات اللي عند لعيبه النادي الاهلي. الجيل ده من اللاعبين عاش وشاف كم كبير جدا من المباريات النهائيه من هذه التفاصيل. باكد مره ثانيه محمد على دور اوضه اللبس، كابتن محمد الشناوي بيتابع بكل شيء مع الكابتن خالد بيبو تفاصيل مهمه جدا. عارف يا محمد يعني في حاجات بتتحكي دلوقتي، في حاجات بتتحكي بعد كده، ولكن يا محمد يعني بص وانت بتتكلم معايا دكتور خالد الجواد اهو، حتى هو معدي قال لك احنا عملنا كل حاجه الحمد لله، يعني توفيق ربنا دي اخر حاجه ان شاء الله باذن الله. بالظبط بالظبط يا محمد، مفيش فرد داخل منظومه النادي الاهلي ادخر مجهود المجلس اداره النادي الاهلي. وخلينا اقول لك في نقطه مهمه جدا يا محمد، النادي الاهلي النهارده بيتحمل عبء كبير جدا، عبء تحسين صوره التنظيم المصري وعبء تحسين الصوره اللي شفناها مؤخرا. النادي الاهلي هيتحمل هذا العبء، الاهلي عليه دور، الجمهور عليه دور، اللعيبه عليها دور، كل فرد داخل المنظومه النهارده عليه دور ان هو يظهر الشكل بالشكل او الحدث بالشكل اللي بيليق بالدوله المصريه، يليق بالنادي الاهلي. اعتقد يا محمد كل فرد داخل المنظومه بدءا من مجلس الاداره مرورا بالاداره التنفيذيه باللاعبين بالجمهور، بكل فرد داخل المنظومه ادى دوره. طيب يتبقى اخر توفيق اخر سؤال يا فاروق، سبحانه وتعالى اللي يعني كلنا عندنا املنا في هذا الامر. تحرك الفريق الساعه كام بالظبط؟ اتفضل يا محمد. حاليا محمد الفريق يعني بيعقد المحاضره زي ما قلنا مستر مارسيل كولر، خلال يعني دقائق تنتهي المحاضره هيتجه الفريق في يعني بالفعل الى الاستاد القاهره الدولي مصحوبا بكل الدعوات ان شاء الله ان احنا نحقق الانتصار. طبعا يا محمد انا عايز قبل ما اختم معاك يعني احسم لك ان اللاعب محمد امين بن حميده لاعب فريق الترجي التونسي اللي كان خرج للاصابه في المباراه الاخيره، باكد لك انه ادى التدريب الاول امس وامس، وباكد لك جاهزيته. تشكيل نادي الترجي التونسي مش هيتغير تماما عن ال11 اللي بدا بيه مباراه حماد العقربي. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي باذن الله. شكرا ليك زميلنا فاروق صلاح موفد قناه الاهلي.